أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. ودعا مجموعة من المسلمين المقيمين في كندا إلى إقامة مبادرة أو مشروع يدعى جوائز المسلم، وهي لاختيار شخصية مسلمة مؤثرة، وهدفها طبعا تحسين صورة الإسلام في الخارج وإظهار صورة الإسلام على شكلها الحقيقي عند الغرب. فرح نتعرف أكثر على هاي المبادرة، آلية الجائزة، آلية الترشح، كيفية اختيار الشخصيات المرشحة المؤثرة في وضع صورة الإسلام في إطارها الصحيح وتقديمه للغرب. معنا نور توم، ناشطة اجتماعية وقائمة أيضا على هذه المبادرة، رح تحكي لنا عنها بشكل تفصيلي. أهلا وسهلا فيك يا نور، صباح الخير ويعطيكم العافية. يعني جهد، دخلت أنا على الصفحة ودخلت على الويب سايت www.muslimawards.org يعني، وطلعت قد مشتغلين انتم فيها، بس احنا حابين كمان للمشاهدين نتعرف على هاي المبادره بشكل اكبر من خلالك. هلا جائزه افضل مسلم زي ما حكيتي هي جائزه هدفها تحسين صوره الاسلام لقدام الغرب، نوجه الصوره الحقيقيه، لانه بتعرفي هلا الاعلام شوهها بطريقه متعمده احيانا، واشياء احيانا بتلاقيها انها هي تشوهت بسبب المسلمين نفسهم. بس الإعلام الغربي بيروح بينقي وين النماذج السيئة وبيظهرها، والنماذج المنيحة ما بيحكي عنها، ما بيجيب سيرتها. فإحنا هدفنا أنه ندور وين النماذج المشرفة للإسلام، القدوات، ونعرضها ونبرزها للمجتمع، ونبرزها للإعلام للغرب، ونفرجيهم أنه هذا هو الإسلام. هذه هي ببساطة فكرة. هلا هي بلشت الفكره من شاب اسمه حكم سوراني، شاب اردني. حكم كان بطبيعه شغله انه بيحتك مع ناس من خلفيات يعني من ديانات مختلفه، فلاحظ قد ايه هي الصوره مشوهه عندهم عن الاسلام، وبزياده لما راح على كندا وشاف قد ايه فعلا صوره مشوهه اكثر واكثر، فطلعت معه الفكره انه احنا ندور على المسلمين اللي هم مثلا مسلم طبيب او مهندس، كل واحد في مجاله كيف قدم لمجتمعه، كيف خدم، كيف عمل بصمه، كيف ترك عمل انساني يستفيدوا منه في مجاله. يعني انا ما بيهمني المسلم يكون قد ايه بيصلي وقد ايه بيعبد ربنا، انا بيهمني المسلم قد ايه بيفيد مجتمعه. صحيح، لانه هاي العبادات هي علاقه خاصه بين العبد وربه، لكن السلوك هي علاقات عامه وعلاقات بتعاملوا فيها الناس مع بعض، فهذا اللي بالغرب اللي بهمهم بالضبط اكثر. فانا بدي ادور مثلا، انا ما بهمني انه يكون مهندس هو كثير متفوق بمجاله او كثير ناجح، انا بهمني هو مثلا لو كان في عندي واحد اقل تفوق، بس هو مثلا خلينا نفرض انه بيفرغ حاله شهر بالسنه بيروح على افريقيا وبيساعدهم بالبنيان، بيساعدهم في الاعمار، انا هذا بالنسبه لي هو اللي بياخذ الجائزه. طبعا بالضبط. فانا بدور على النماذج اللي بتبين لي انه الاسلام هو دين عطاء، دين نجاح وبناء. هي هاي القيم اللي انا كمان بدي اغرسها بين الشباب، افهمه انه الصلاه مش مجرد الدين مش مجرد صلاه وزكاه واروح المسجد واحط لي هالعشر دنانير اتبرع فيهم وخلص انا هيك ضميري برتاح وبكون عملت اللي علي. لا، انت في عليك واجب انك تبني وتساهم في التنميه، في تنميه مجتمعك الاسلامي وتنميه العالم ككل كمان. صحيح. يعني هلا في آلية للترشح، في يعني زي ما قلتي مثلا احنا ممكن نختار نماذج، ممكن يكون طبيب، ممكن مهندس، مش شرط داعية او مش شرط صاحب فكرة برنامج ديني او خطاب ديني موجه للشباب، من نطاق المحاضرات والوعظ والهيك. لا، وهل المرشحين يعني في اماكن معينة ولا من اي دولة في العالم، ولا لازم يكونوا من كندا مثلا؟ لا، هلا هي الجائزة تسجلت رسميا بكندا، بس الترشح مفتوح من كل انحاء العالم. يعني كيف الواحد بيقدر يترشح؟ يعني بدخل مثلا على الويب سايت، هلا وشو الشروط؟ انه بس يكون مسلم، يعني هذا الشرط انه يكون مسلم. في جائزه لطيفه انه نون مسلم اووردز، اللي هي لغير المسلم اللي اشتغل بمجتمع مثلا في مسلمين، فاحنا زي عرفان بالجميل انه هو ساهم معنا. يعني هاي بنفس الجائزه، بنفس الجائزه موجوده هلا، صار يعني مسلم اووردز والنون مسلم. هلا اي واحد بيقدر يفوت على muslimawards.org
ويرشح أي واحد بيعرفه، سواء ممكن يرشح نفسه، يعني هو لو شايف حاله مؤهل بيرشح أي حدا من اللي بيعرفهم من أي بلد كانت، وبشوف في كاتيجوريز، يعني أنا في أفضل اختراع، أفضل مسجد، أفضل مدينة. إحنا ممكن كمان مش نرشح أشخاص، ممكن مؤسسات، جمعيات، ممكن بلدان. يعني إذا أنا في مدينة عندي إياها بتساهم بإنها تخدم أفرادها بشكل كتير حضاري، برضو أنا بأهلها إنها تترشح. فأي حدا بيقدر يفوت ويدخل الترشيح. هلا حيضل عندنا الترشيح لشهر أربعة، بيوقف بشهر أربعة وبيبلش التصويت. هاي أول سنة إحنا بنعطي الجائزة. بعدين الجائزة رح تتم بشهر عشرة، رح يكون عندنا تسليم الجوائز بكندا، رح يقام الحفل. وراح يكون زي حفل شبيه بالأوسكار يعني، خلينا نقول بالضبط. طيب المرشحين يعني زي ما قلتي ممكن شخص يرشح نفسه، ممكن شخص يرشح شخص آخر أو مؤسسة. هلا كمان اللي بده يترشح مش بس أي مسلم، يعني إحنا عنا مليار مسلم، بس بده يكون ضمن مواصفات معينة، مثلا عمل عمل إنساني أو خدم المجتمع، خدم العالم. يعني شو الشروط؟ في مثلا عمر معين؟ في لا، ما في شهاده، في أصلاً افضل طفل، افضل شاب، افضل فتاه. فاحنا مش محصورين بعمر ولا بفئه، احنا كل اللي بيهمنا انه هو كمسلم بمجاله كيف ترك خدمه انسانيه او عمل انساني ولسه مستمر وناوي يكمل. يعني احنا بيهمنا الفيوتشر كمان، انه المستقبل ناوي انه يضل بهذا الخط، مش انه عمل شغله مره وخلص، لا، بيهمنا استمراريه كمان. هل راح يكون في متابعة من القائمين على الجائزة؟ إنه يكون بنتابع إنه استمرارية، يعني زي ما قلت إنه مش بس أخذ الجائزة ووقف، لا، هل هو مستمر؟ راح يكون في متابعة من القائمين على الجائزة، مثلا إنه فعلا هذا الشخص مستمر بالعطاء بعكس الصورة الجميلة الصحيحة عن الإسلام للغرب؟ هلا هي اللجنة صعب عليها تتابع كل اللي أخذ جوائز، بس إحنا بيبين بالهيستوري تبع الواحد إنه هو في استمرارية ولا لا، ويقدم لنا شو البلان تبعته لقدام. يعني هي هاي، بس إنه صعب نتابع. في محكمين رح يكون؟ حيكون في لجنة في الاختيار. وقد إيه رح تصفي؟ قصدك الأعداد النهائية؟ الأعداد، يعني هلا مثلا قد إيه أنتم رح تقبلوا عدد؟ في ليمت معين أو حد معين؟ وكيف رح تصير التصفيات حتى اللي بياخذ الجائزة؟ مثلا زي ما قلتي رح يكون أفضل طفل، هل طفل واحد؟ هل أفضل شخص واحد؟ هل أفضل فتاة واحدة؟ يعني ولا بالضبط؟ هلا عن كل بند أو عن كل جائزة رح يكون في واحد بالنهاية يفوز. هلا إحنا بنشوف مين أعلى ناس أخذوا فوتينج أو تصويت بالويب سايت، وبنقي أكتر خمسة، ومنهم بيتم اختيار صاحب الجائزة من اللجنة. هلأ اللجنة مكونة من عدد من الأشخاص الكفؤين، بس لسه ما تحددت أسمائهم، بس لسه عم بنراسلهم. هدول الأشخاص هم رح يحطوا المعايير الدقيقة، إن هي مثلا قدي هذا خدم أكتر من هذا، قدي هذا تأثيره كان على العالم أكتر من الشخص الفلاني، وهكذا. هلأ سألتيني سؤال المتابعة، قلت لك لا. المتابعة لا، وكنت عم بسأل عن اللجنة، يعني هل الحكم في النهاية رح يكون 100% للتصويت، ولا في كمان جزء؟ يعني خلينا نقول مثلا 70% تصويت وكمان في رأي للجنة التحكيم. أكتر اللجنة لها أكتر من 90%، ممكن نقول الفوتينج هو مجرد 10%. ليه؟ لأنه ممكن يكون واحد مشهور ياخذ فوتينج اكثر من واحد عمل، عشان هيك بنقول انه في دور كمان للجنه التصويت له نسبه، بس الباقي كله للجنه الحكم. واللجنه كمان فيها، يعني حابين يكون فيها غير مسلمين حتى يعني يكون في نظره حيازيه من برا كمان. هلا كيف الناس بتقدر تساعدنا؟ انا بدي ادعو الناس انها يعني اضعف الايمان انهم يساعدونا بالموضوع الترشيح، يعني يشوفوا مين حواليهم ناس بتستحق ويصوتوا لهم ويرشحوهم عن طريق الويب سايت. وفي كمان عندنا التعليمات كلها موجوده، موجود كل شيء بالتفاصيل. وفي كمان عندنا التبرع، ممكن انا ادخل اونلاين اتبرع للجائزه، ممكن اخصص مبلغ شهري ولو كان بسيط انه هذا رأي للجائزه.
ممكن احنا الرعايات، احنا هلا قاعدين نحاول نقدم رعايات مع الشركات الكبيرة حتى تكون معنا شريكة في هذا العمل. في كمان ممكن حدا يقدم جائزة، مثلا يقول أنا بدي أعطي مستشفى، مثلا يقول أنا بدي أتبرع لجائزة أفضل طبيب، وبدي أنا أعمل الجائزة لهذا الطبيب وأنا أحدد شو هي تكون. هلا احنا جائزتنا رمزية، بس إذا هو بحب يضيف إشي تاني ممكن كمان. طيب برأيك نور، يعني ممكن مبادرة زي هاي كيف ممكن يكون صداها أو وقعها على تغييري؟ وإن احنا بنعرف إنه هذا فكر كمان، وصعب كتير تغيري فكر أو معتقد عند الناس أو صورة اعتادوا لسنوات إنهم يكونوها عن جماعة أو عن فئة. فكيف ممكن تبادر أو تغير مثل هيك فكرة أو مبادرة بإعطاء الصورة الصح أو تغيير صور نمطية كانت سلبية عند الغرب؟ هلا هي الحلو فيها هاي الجائزة إنها هي مش نظرية، ولا بنحكي لهم إنه الإسلام واحد اثنين ثلاثة، الإسلام دين عطاء. لا، إحنا بنجيب لهم نماذج حية عايشة بيننا هلا في الواقع، فبلمسوا هذا الأثر إنه فعلا في مسلمين عم بتغير في عالمنا، وفي ناس عم تبني معانا. فبتخيل إنه هي هاي أقوى تأثير، لأنه هي مش إشي خيالي ولا إشي تاريخي، هي إشي واقعي وحيوي قاعد يعيش بيننا يعني. إن شاء الله إنه المبادرة تنجح إن شاء الله وتحقق الهدف المرجو منها، وهي الصورة يعني إعطاء الصورة الصح عن الإسلام وعن المسلمين، وأي تصرف آخر هو تصرف فردي. يعني زي ما أي شخص من أي دين ممكن يتصرف أي فعل، أنا مش رح أحكم على كل أتباع الإسلام. هذا الدين إنهم مزبوط. إرهابيين أو سيئين أو بخلاء أو مش كويسين. يعني دائما الواحد خصوصا في الغرب مجتمع فردي مش زينا، والمجتمع اللي بينادي بحقوق الإنسان دائما وبالحريات للأسف هو اللي بيطلع منه تطلع الأحكام علينا. هاي عشان هيك الواحد بيستغرب إنه في تناقض كبير، إنه دائما الغرب هو اللي بيكون عارف الحقيقة، بس زي ما قلتي في بداية كلامك بيركز على الجانب السلبي أكثر، وحتى لو في إيجابيات بيغطرش عنها. بالضبط، بيغطرش عنها. فإن شاء الله يعني مثل هيك مبادرة تحقق الهدف المرجو منها، وإحنا رح نتابعكم إعلاميا إن شاء الله، ورح نشوف يعني من هون لشهر 10 مين الشخصية اللي فازت. بركي حكم بيكون موجود معنا هون بعد فترة إن كمان نقدر نستقبله. يا ريت يا ريت، أو نيجي على كندا نصور. تفضل. كيف تشرفينا. أهلا وسهلا فيكي نور توم، ناشطة اجتماعية نورتينا. وشكرا، بنشكركم، بنشكر كل القائمين على هاي المبادرة، مبادرة جوائز المسلم أو المسلم أوردز. تفضلي. بس بدي أنهي بجملة إنه أي واحد بغار على دينه وبحب دينه وبهمه كتير صورة الإسلام قدام الغرب يشارك معنا، ولو زي ما حكيت بترشيح أي حدا بيعرفه ممكن يمثل نموذج مسلم حقيقي. إن شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا. سلمي. أهلا وسهلا فيك. كملين معكم مشاهدينا، ولقاء مع ليندا حجازي بعد هذا الفاصل.